ان گوشت ولخا انت اناستاسی سنتین ایرم موت ام بیان خنت بیان اسنیو المسيح أخطيت سامحوني صلوا عني الله يحللكم إشلين إيرني باسي كتبنا وما تيسو يا الله العظيم الآب الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل للعالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرسم كيف برعدا وإلى الشرق انظروا ننصير في شفاعة والدة ليلى القديسة مريم يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك سلبت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة التسبيح الرب معك جميعكم ومع روحك أيضا ارفعوا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي الناظر للمتواضعات الذي خلق السماء
والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت كل شيء به ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كيف الذي يقف أمام الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسة والسلطة والكراسي والأرباب والقوة وإلى شرق زور أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والصرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين نانسي الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس آجيوس 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 قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفنا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم آمين تجسد وتأنس وعلمنا وصائط الخلاص أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم بذل ذاته فداء عنا للموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به ما بعينا من قبل خطايانا نزل للجحيم من قبل الصالحين
حقا السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب وحدد يوما للمجازاة هذا الذي سيظهر فيه ليدين المسكون بالعد ويعطي ويجازي كل واحد كحسب أعماله فرحمتك يا رب وليس كخطايانا وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم آمين أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحييتين ومن أن هذا هو بالحقيقة آمين ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبا وسيدي كل أحد وشكر آمين وبركه آمين وقدسه آمين نؤمن ونعترف ونمجد وقسمه وأعطى لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري هذا هو بالحقيقة آمين وهكذا أيضا الكأس بعد العشاء مزج من عصير الكرمة والماء وشكر آمين وباركها تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا شرابوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطا هذا اصنعوه لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة آمين
لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قربينا من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك ننصت آمين أوي من انت معي بن صومعي فوابن طاقين انت آمين باي أبو زيون نس نفف طايو تنتيت زي يسيك انفيري انت أبدية لكل من يتناول منه يا رب رحم يا رب رحم يا رب رحم عنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من وساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب رحم هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع العصاقفة الأرثوذكسيين فيها أولا نذكر يا رب بان الطباوي الباب بطادروس وشريك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم أنبتي موسى يا رب يصلون معهما
كلمة الحق باستقامة. انعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعونا خطيعك بسلام. اسكن يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة يا رب رحام، وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارتي كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أنت رحمنا كلنا معا، رحمنا يا الله لك طابت الكون. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا والأرثوذكسية يا رب رحام، والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها يا رب رحام، يا رب رحام، يا رب رحام. أصعدك مقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرصها ولتكسر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إجليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرمال واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكيما نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب. الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم كلهم إلى أجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب رحم، لأن هذا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكاري قديسك. تفضل يا رب أن تسكن جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأقصار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لينا الله الكلمة بالحقيقة.
ديس يوحنا الصابك المعمدان وشهيد القديس طفانوس ري شمامسة وللشهداء ناظر الإله الإنجيل ماري مرس الرسول الطاهر الإنجيل والشهيد والبطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس رئيس الكهنة وخاتم الشهداء ديس يوحنا فمذاب والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس أبانا صدق العظيم الأنبا أنطونيوس والبارم بابولا والثلاثة ممقرات القديسين وجمع أولادهم لباس الصاليب وأبانا أنبا أحنس الأموس وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا القديس العظيم الأنبا رويس ناظر الإله حبيب المسيح وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك العظيم القدوس المبارك الذي دعي علينا القارون فليأكل واسمع بنا بطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن نفس مجمعين واغفر لنا خطايانا ربو اسمه وصواب شوبين من آمين زوك ساسي كيريا كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا فلوغسون كيريا نابوسون آمين وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء تفضل يا رب أن تسكن نفسا بنا مثلث الرحمات البابا البطريرك أنبا شنودة الثالث أبينا مثلث الرحمات أنبا متاؤس أبينا أنبا يكوبس أبينا أنبا أنجيلوس تفضل يا رب نفوس عبيدك أبونا الراب الأمس من أريوس أبونا الأمس جرجس عوض أبونا الأمس ميخائيل جرجس أبونا القس غبريال حلمي أبونا القس متى عبد المسيح أبونا الأم صاموئيل زكريا أبونا الأم ساويروس موروس أبونا الأم لوقا سيداروس تفضل يا رب نفوس عبيدك المرتل سعد سلام المرتل بشارة ميخائيل عبدك منير بشارة وصف رياض سهير نقول رزق بباوي عصمت زكي فردوس بخوم صفوت زكي فؤاد بباوي تهاني تدرس توفيق بباوي جورج علاء لويس جرجس ماري تدرس بشرى بخوم سمير بخوم لوريس فرحات جرجس بخوم صفوت بخوم جورجيت مشيل سمير سعد ميخائيل جرجس فارس جرجس ماري صليب لطفي عزمي أشرف لطفي مجد صليب سوزان عوض الله نادية مشرقي صبحي نجيب إيفون عطية فايزة صبحي جورج فخري نبيل ويصة سلامة ميخائيل ملكة وعز تدرس عزة مراد بشارة بشارة بطرس صرم خيل سعد عبد الملك فهيم رفائيل دميانة شحتة عبد المسيح ميخائيل أما كمال أدري دميان ميلاد فرج عبد الملك غبريال حليم ميخائيل رشد ميخائيل فكري عازر مريم رفائيل منيرة خليل سميرة خليل رشد رفائيل وديع ميخائيل هاني وديع جرجس رفائيل سلوى جرجس ملاك مرتامن أريوس ميخائيل عبد الملك شفيع عبد الملك حماية ندى نرجس حماية فيكتوريا حماية عوض برسوم عيدة مروس منصور فوزي فوزي حنة هاني وديع وديع ميخائيل مريم روفايل فكري عازر فوزية سركيس جرجس سليمان حلمي جرجس مجد عزيز شوقي ناجي رز نسيم رز الله مجدي رفائيل سعاد أسعد إبراهيم أسعد لندا أسعد نجات كامل غطى الصادق ملاكة غبريال جرجس ألدس فهيمة برسوم جرجس برسوم صبح برسوم استاصية حنة إحسان لواندي لمعي جندي يوسف لمعي
أستير غطاس في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناود في نوري قدسي يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في مدينة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم فضنا في إيمانك انعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور آمين. اهدينا لملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام للكل ولروحك أيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق نخدم اسمه العظيم القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستعقل لشركة وتناول أسرار الإلهية لغاية المائتة ساد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذان لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا من أمين صلوا يا رب رحم السلام لجميعكم ولروحك تألم كلمة الله بالجسد وذبح وانحنى من جسده إذ لاهوت لم ينفصل قط لا من نفس ولا من جسده طعن في جنبه بالحرب جرى منه دم وماء غفرانا لكل العالم
تخضب بهما جسد واتت نفسه اتحدت بجسده عوض الخطية المحيطة بالعالم مات الابن ووحد وألف السمائيين مع الأرضين الشعب مع الشعوب النفس مع الجسد في اليوم الثالث قام من القبر واحد هو عمان الغير مفترق من بعد الاتحاد غير منقسم إلى طبيعتين هكذا نؤمن ونعترف ونصدق أن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد أنت المسيح إلهنا الذي طعنا في جنبه فوق الجلجثة بأورشليم لأجلنا على خشبات أقمنا عن جانبك اليمين يا الله أبا ربنا يسوع المسيح الذي من الكروبيم يتبارك ومن الصرافيم يتقدس من ألوف ألوف وربوات ربوات الخدام الناطقين يتعظم الذي يقدس ويكمل الكرابين وتكميل الأسمار التي قدمت لك رائحة لذيذة قدس أرواحنا وأجسادنا وأنفسنا بقلب طاهر ووجه غير مخزي ندعوك يا الله الآب السماوي نصلي قائلين أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد والدمين. خم بخريستوس يسوس بن شوي تسكيف الله سيمون تكري كليناتي إنوم ينصو كيري بروس خمينسو متفوف وامين إيرني باسي ينتوب نعماتي سو. اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطاياي الكثير، وحيث قصر الاسم فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطاياي خاصة ونجاسة قلبي. لا تمنع شعبك يا رب من نعمة روحك، حللني حلل سائر شعبك من كل خطيئة. اكتب أسمانا مع كل صفوف قدسيك. اذكر يا رب سلام كنيستك رئيس كهنتنا البابا الأنبا تادرو الشريك وأنبا تيموساوس. اذكر يا رب ابونا دوماديوس المرتلين الشمامسه الخدام العاملين في حق الخدمه المرضى المتالمين متضايقين مسافرين. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها ولاستحق مع روحك ان تسبح خوف الله. امين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. القدسة للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين. واحد الاب القدوس واحد الابن القدوس واحد والروح القدس امين. ايرني باسي تتوب نعماتي يسوع جسد مقدس دم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين. مقدس وكريم جساد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين. امين. جسد ودم عمانويل الهنا هذا وبالحقيقه امين. امين امين امين. اؤمن 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 واعترف لنفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي اخذ ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذ من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، وجعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحزين من بيلاطس البنت سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارن زوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين. أمين أمين أمين. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام محبة ربنا يسوع المسيح معكم.